اولا انا عايز اسال حضرتك على المبادئ فوق الدستوريه اللي هم حاطينها. التيارات الاسلاميه للاسف طبعا رفضها من البدايه، وعشان نقر اي امر زي ده لازم يكون في توافق مجتمعي، فهل ده ازاي ممكن يمر؟ هذه ليست مبادئ فوق الدستوريه، هذه مبادئ دستوريه، هتبقى جزء من الدستور. هي المبادئ العامه المتفق عليها بين كل الدساتير اللي في العالم، المبادئ التي تحمي الحريات العامه وتحمي المساواه. هذه من حيث المبدا، هذه المبادئ لا يختلف عليها اثنين. في بعض التفصيلات اللي جت في البيان كانت محل خلاف في القاعة وانتقدت بشدة، إنما من حيث زي موضوع المادة 9 العسكري، المادة 9 كانت محل انتقاد. أنا رأيي أن الفقرة الأولى فيها سليمة 100% بما فيها أن الجيش يرعى الشرعية الدستورية ويحمي الشرعية الدستورية. باقي المادة اعترض عليه في القاعة على أساس أنه قد يبدو منه أن الجيش فوق الدولة أو دولة خارج الدولة أو أنه فوق المؤسسات الأخرى بالكامل. كانت محل عليه. لا، مجلس أمن أنا موافق عليه، فيش مشكلة أن يتشكل مجلس أمن قومي، هذا لابد أن يكون. وده هيبقى بديل عن الداخلية ولا ده حاجة إضافة للشرطة؟ لا 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 لا، مش شيء اللي أنا شايفه مش كده. لا، بالنسبة لمعايير تأسيس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، أنا رأيي التأسيس من حيث المبدأ مقبول، أن القوى الحية في المجتمع كلها تمثل، ولكن أنا معترض على أن الموظفين دورهم كبير قوي، أساتذة الجامعة والهيئات القضائية. أنا رأيي إن ده كتير قوي، 30 من 80، وإنه المهمل جدا ائتلاف شباب الثورة كان لازم يبقى ليه دور، لأن اللي احنا فيه كله بفضلهم. يعني الثورة ليه ما يكونش فيه ائتلاف شباب الثورة، إن يكون ليه ممثلين في لجنة الدستور، بالإضافة لصناع الوجدان الفنانين الأدباء بتوع السينما بتوع المسرح، كبار أدباء. أنا فين هم دول؟ مش موجودين؟ مش معقول، دول اللي هيضعوا اللمسة. دول أساس قوة مصر. مصر طول حياتها قوتها هي القوة الناعمة، السينما والمسرح والأدباء، نجيب محفوظ وطه حسين تلامذتهم كان بيبقوا رؤساء وزراء البلاد العربية كلهم. دول خلاص برا الموضوع، برا وضع الدستور. ده كلام، ده الوضع الدستور. الراجل لا يعرف من قوة مصر الحقيقية اللي وضع هذا المشروع. رأي حضرتك، هل إحنا محتاجين لتظاهرات حشدة في ميدان التحرير من جديد عشان ننفذ مطالب الثورة؟ ورأيك في الدعوة اليوم 25 يناير القادم؟ لا، 25 لازم احتفال القوم، الأمة كلها تحتفل به من أسوان لإسكندرية، دي قضية تانية لازم نفكر فيها. إنما المظاهرات الحشية أنا لست من أنصارها الآن الحقيقة، على أساس أنه الناس مشغولة جدا بحاجات كتيرة، ما عادتش أولا ما عادتش حاشدة زي الأول، فمنظرها مش 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 بالعكس تضعف، يعني بتبين أنه القايمين بها ما لهم الشعبية، مع أنه ده مش حقيقي. ناس مشغولة بالانتخابات، مشغولة بالمشاكل الاقتصادية، مشغولة. فأنا رأيي أنه المعركة الوقت تدار بأساليب أخرى، عمر ما في الثورة ما تدار بأسلوب واحد، مش ممكن. أساليب هائلة، يعني أنه الضغوط بتقوم بطرق متعددة ومختلفة، أنه لازم نستمر في العمل معا في صياغة المستقبل بأساليب مختلفة، من بينها المظاهرات، بس عندما تكون هناك ضرورة وفي حشد كامل ويكون في ضرورة حقيقية. يعني أما تيجي تقول لي أهداف الثورة، نحدد إيه المطلب المطلوب أولا، وإيه المطلب المطلوب واللي تم التقاعس عن تنفيذه، هو تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب وإعلان موعد لانتخابات الرئاسة. أليس هذا مطلب يحتاج إلى تظاهرات؟ يعني أنت دلوقتي بس نبدأ الأول في الانتخابات البرلمانية ونشوف يا رب تتم، لأن شكلها كده مع الأمن والبتاع صعب تتم في الجو ده، فيا رب بس تتم، لأن أنا شخصيا متشكك جدا في أنها يمكن أن تتم، يعني أنها تنتهي إلى نهايتها الطبيعية والسليمة. أنا متشكك، ما بقولش أن أتمنى أنها تتم، إنما متشكك جدا، لأنه أحوال البلد الأمنية لا تبشر بخير. عفوا.